بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، طلباتكم أوامر. برحب بحبايبي الجدد معنا، طلباتكم أوامر، أي موديلات أي باترونات إن شاء الله بوفي طلباتكم. شرفتونا نورتونا كترتونا. إحنا النهاردة هنشرح الموديل ده. الموديل ده كنا شرحينه، يعني في يعني شكله عباية، في عملته باترون مرسوم على الصفحة، بس المرة دي نفس التكات بتاع الموديل بتاع العباية معمول درس. طيب ده بيتعمل ازاي؟ هنشوف دلوقتي معانا. هو عبارة عن قصة برنسس وقصة من تحت الصدر، ويعني في فنون التفصيل كلها. ان شاء الله هتستفيدي من الحصة دي. انت بتحطي عشان مبتدئة، حطي ورقتين باترون الزقيهم في بعض، وخدي الطول بتاعك، لان لازم الموديل ده يترسم على باترون عشان يطلع معاكي مظبوط. وانت بنفسك هتشوفي ليه هتستخدمي الباترون. موديل سهل وجميل، بس شوفي التكات بتاعته. انت هتاخدي الطول اهو، تاخدي كل بقى مقاساتك. انا شرح الحاجات دي على الباترونات والموديلات السابقة، شوفيه عشان نختصر بس الوقت. هناخد عرض الرقبة. طيب حبايبي معلش، عشان حبايبي الجدد اللي معانا، بصي دي بتطلع معاكي مظبوطه بطريقه صحيحه. بتاخدي محيط الصدر بتاعك بالظبط زي ما هو نضيف، يعني ما تحطيش عليه اي اضافات، وليكن 80 ده اسهل رقم معانا، على الاثنين اربع مرات، 40 20 10 5. اصبح ادانا الناتج الاخير 5 زائد 1 ايكوال يساوي 6. خلاص يبقى 1 2 3 4. اذا احنا قسمنا محيط الصدر على 4 على 2 4 مرات، ادانا 6 سنتي بعد ما زودنا 1. طيب انت لو عايزه تريحي شويه الرقبه معاكي، دي في 1 بقوم 7 سنتي، يعني الاساس 6. هتريحي محيط الرقبه ما بقاش لازق قوي في الكتف، بتتحركي 1 سنتي يبقوا 7 سنتي. طيب هتنزلي بعمق الرقبه، تروحي عامله كده. بصي بقى، انت لو عايزاه دوران على المحيط بالظبط، انزلي بالسبعة او الستة سنتي. طيب نريح الموضوع شوية، دي في 1 سنتي. يبقى ريحت الدكولتي بتاعك او دوران الرقبة. هتيجي تسنطري كده، ارتفعي كده 3 سنتي، عشان بس الايه الدكولتي بتاعك تطلع مظبوط. بصي بخطوط متقطعة كده، وتروحي رسمه. ادي حبايبي عملنا الدكولتين خلاص، وليكن عرض الكتف بتاعك 12 سنتي. طب انت عايزه تنزلي بخط الباط دوت. خط الباط ده حبايبي من الرفيعه او النحيفه 20 سنتي، المتوسطه 22 23، يعني متوسط فوق المتوسط. طيب ممتلئه 24، ما تزوديش مهما كان الحجم عن 24. ليه؟ لانك هتنزلي على منطقه البنسه بتاعه الصدر. يعني انت فكرك لما هتوسعي الحرده بتاعه الباط ده هيديكي براح، لا بالعكس هيخنق لك المنطقه بتاعه بروز الصدر عندك. يبقى انت كده بوظتي الايه الحاجه اللي بتعمليها. طيب احنا نزلنا خلاص اهو بخط الباط بتاعنا. هتيجي تاخدي كده، انت دي بقى يعني ده درس محجبات عندك، تزودي من 6 الى 8. من 8 دي يعني انت بتعمليها عباية، لان اوسع حاجة في العباية احنا بنزود 8 سنتي على الدورانات بتاعتنا. طب انت عايزاه درس معقول 6 سنتي يكفو، وبتاخدي بتجيفي بقى 6 سنتي على دوران صدر الوسط محيط اكبر، خدي الربع بتاعهم. ادي بقى طبعا انا كل ده شرحاه على القناه والصفحه، سواء مرسوم او فيديوهات برضو ايه تقدري ترجعي له. طيب احنا هنا عايزين نرتفع بنقطه الجيرو، لو نحيفه 5 6، متوسطه 7، ممتلئه من 8 ل 9، ودي نقطة الجيرو يا حبايبي. في معلومة خاطئة معظم المتدربين، يعني
ان بيقولوا خط البط او في برضو الله اعلم يعني لما ان خط البط ده حردة البط، لا خط البط ده بينقسم قسمين، الجيرو وحردة البط. الارتفاع اللي احنا ارتفعناه ده هو ده الجيرو، ادخلي كده نص سنتي، 3 سنتي ارتفعي وادخلي 1.5، ودي تكة من تكات البطرون البروفايلي. انا هطولك على البطرون المسطح نستفيد بالحاجات اللي فيه. خلاص يبقى اذا احنا هنا هننزل بقى 4 سنتي اللي هو ميل الكتف، وهنروح عاملين كده. خلاص هتيجي بقى بصي اصبح عندنا قسمين، من هنا ده قسم الجيرو، القسم الفوقاني ده هي دي حردة الباط. وناخد نقط الاول كده وهمية بس عشان نظبط معانا الحرد، حتى بصي شكلها يطلع معاكي مظبوط. هنيجي بقى احنا عشان بنشتغل باسلوب البروفايلي على طول الظهر، هتقيس طول الظهر من هنا من خط الاكتاف حسب ما يطلع بقى معاكي 20 40 42 43 حسب القامة بتاع حضرتك. وهنروح بتاخدي ربع الوسط وتجيفي عليهم 1 سنتي، وهقولك الواحد سنتي دول عشان هنعمل بيهم البنسة اللي في جانب القصة، وتروحي عاملة كده. وبرده تكة من تكات الباترون البروفايلي، هنحدد النقطة محيط أكبر عندك، يعني انت مش هتنزلي عشوائي كده وتحدديها او تاخدي الوسع بالطريقة دي، لا ده ليها اصول وليها قوانين. هتنزلي 22 سنتي، ودي تكة من تكات الباترون البروفايلي، هتروحي واخدة معاكي كده محيط اكبر اهو بخطوط متقطعة. احنا ليه بندي الخطوط المتقطعة؟ ده ما بيتقصش، احنا مش هنقص في حاجة مش محتاجينه في القص. خلاص وهنروح ننزل بالشكل ده. هتدي بقى توسيع للديل، خدي عشر الطول. يعني ايه عشر الطول؟ من اي مكان انت بتزودي بيه، انا هعمل لكم ان شاء الله دروس كتير قوي طالبين الباترون الايطالي، انا هوريكي الفرق بين ده وده وهعلمهم لك، خليكي استاذه كانك بتاخدي كورس بالظبط، بس دعواتكم بقى. يعني ان شاء الله باذن الله مش هخليكي تحتاجي ان انت تاخدي كورس بره، التزمي معايا وان شاء الله باذن الله هتتعلمي صح على اسس علميه بقى، الحاجات دي بتدفع فيها فلوس كتير قوي خلي بالكم، بس انا بقى دعواتكم هي دي اللي انا طالباها منكم مش اكتر من كده. هنيجي بقى هنقيس، هنعمل توسيع من عند الوسط من هنا، هتاخدي الطول من هنا للديل، يطلع معاكي بقى 100، يطلع زي خدي العشر بتاعهم، يعني ال 100 سنتي العشر بتاعهم 10 سنتي، تروحي ملي كده 10 سنتي. وهندي بقى التوسيع بتاعنا، عايزه توسيع اكتر دي في 2 سنتي كمان. وتروحي بقى انت بصي انت قسي ده 100 سنتي، لو جيتي تقيسي من هنا لهنا التوسيع ده بيرمي معاكي طول زياده بتاع 1 سنتي 2 سنتي حسب بقى الطول بتاعك. بتروحي قايسه ده 100 سنتي، بتقيسي من هنا لهنا 100 سنتي، هيطلع معاكي فرق اهو، تروحي عامله كده. عرفتي بقى لما بيقول لك ندخل نطلع من تحت من عند الديل 1 سنتي او نعمل الحكايه دي؟ لا دي ليها اصول، انا بفهمك التكه بتاعتها جايه ازاي. ادي الباترون ده ممكن تشتغل عليه عبايه بلوزه كاجوال، فستان عادي، كله يمشي. طيب احنا نقرا بقى الموديل بتاعنا بيقول ايه عشان نبتدي نشتغل فيه. بصي حبيبتي احنا في عندنا قصة البرنسس، وفي قصة من تحت الصدر، وفي القصة بتاعت الجيب. طيب نبتدي الاول نحدد قصة البرنسس، عشان تعملي قصة البرنسس لازم تحددي موضع البنسة، سر من اسرار التفصيل. هتيجي خط البطة اهو، بصي انزلي بخطوط وهمية،
منه بقى تحددي النقطة اللي هنطلع بيها بعمود البنسة. ادي حددنا النقطة بتاعتنا، اعملي كده الخط ده اسمه عمود البنسة لغاية ده خط السدر اهو، خط السدر وسط محيط اكبر. خلاص هتيجي بقى احنا الموديل بتاعنا بيقول انه قصة الجيرو او قصة البرنسس مش من عند الجيرو من هنا، لا ده هي مرتفع، يبقى اذا من نقطة 3 سنتي اللي احنا ارتفعنا فيها. طيب احنا عايزين بقى نحدد بروز الصدر بتاعنا، بتحدديه ازاي؟ انت بقى بتقيسي بالمزورة من عند التقاء الرقبة بالكتف هنا، وبتنزلي الاعلى بروز عندك في الصدر، وعشان خاطر يطلع معك مظبوط حملت الصدر بتاعتك تبقى مظبوطة، وبتروحي واخده. طيب افرض انت بتعملي العميلة عندك في المحل او في البيت مشروعك وما خدتيش طول بنسة الصدر هتغلبي؟ لا، لو رفيعة 2-2.5، ممتلئة 3 سنتي، يعني عندها خلي بالكم في تخان، الصدر عندها صغير عادي، فانت تحدي الموضوع ده تشوفي حجم الصدر صغير انزلي من 2-2.5، ممتلئة 3 سنتي، يبقى كده انت حددتي معاكي بروز الصدر. هتيجي بقى نعمل بقى قصة البرنسس. بصي انا بحب اخد الاول نقط كده اظبط بنقط عشوائية كده، وبصي ما تجيش لان انا بشوف قوي اخطاء كتير بتيجي من هنا بتروح عاملها كده بتروح خارجة، لا ده انت تبتدي تدوريها وانت داخلة على بروز الصدر، لان هي دي النقطة بتاعت بروز الصدر بتاعنا اللي بتديكي التدويرة دي، يعني ما تجيش من هنا تروحي واخدة التدويرة وتروحي نازلة لي كده، غلط. يبقى انت هنا ارتفعتي بروز الصدر فوق كده، لا انت بتنزلي. بصي بقى دي حاجات تكات وفنيات التفصيل اهي، بصي ادي بروز الصدر انا نزلت عنده هنا، هنا بقى يديكي القصة تمشي مع الصدر بتاعك، لكن لما ياخدوها من فوق، وده انا بشوفه كتير بس للأسف لان بيبقى فيه في صفحات تانية ما اقدرش اعلق، يعني صاحب الصفحة او صاحبة الصفحة هي اللي تعلق، انا ما اقدرش ان انا اطلع اخطاء، فاللي انا بقدر عليه ان انا بصلح لكم، بشوف الاخطاء وبيقولوا لي ما طلعتش مظبوطه، ابتدي انا اصلح بقى وانا بشرح انا بقول لك الصح. خلاص هتيجي هنا انزلي من تحت جيبه خط الوسط في جيبه الفستان 12 سنتي، تاخدي كده شمال ويمين 1 سنتي، نبتدي نقفل بقى البنسة بتاعتنا. ادي بروز الصدر اهو، ده بيظبط. بصي حاجات يعني دي حاجات تتعلميها يطلع شغلك معاكي مظبوط. بشكر حبيبتي جدا قالت لي انا من بعد ما شفت الصفحة بتاعتك وقناتك انا شغلي اتطور، في حاجات كانت بتقع فيها جدا وتفكها لدرجة كانت مفصلة حاجات فكتها ومشيت زي ما انا ما بقول في الموديلات، قالت لي وطلع روعه روعه، لانها حبيبتي دي اسس علميه، سيبك من اللي بيقول لك بلا باترون بلا بتاع، لا كل حاجه وليها قوانين، ده الكون ليه قوانين، فربنا يوفق الجميع. يعني هتيجي بقى ننزل كده، ادي دي قصه البرنسس، عايزه بقى توسيع من هنا، دي انا كل ده شرحها في القناه على فكره وفي الصفحه الحاجات دي، بس دي القصة الأساسية بالطريقة المظبوطة بتاعة البرنسس. خلاص احنا خلصنا، نشوف بقى الموديل بيقول ايه، ما انت لازم بصي الموديل يبقى قدامك، هنقول اهو في عندنا قصة تحت الصدر وقصة البرنسس الجيب اللي في الجنب، طيب هنقص بقى الباترون ونبتدي نرسم عليه القصة بتاعتنا.
والموديل ده يا حبايبي ياخد منك 3.5 متر. نبتدي بقى نشتغل كده. هنا التبويزه دي خديها كده ادي. هنبتدي بقى نقص القصه بتاعتنا. بصي بقى انتبهي اهو، انا هاخد بقى البنسه دي هدخلها هنا اهو اتجاه واحد بس. بصي وهقول لك التاني ده هنعمل فيه ايه. اهي بصي يا حبيبتي، حتى بروز الصدر في رسمة قصة البرنسس واضحة اهي، الرسمة نفسها واخدة شكل بروز الصدر. ادي اول تكاية احنا عملناها. هنيجي بقى احنا عندنا قصة تحت بروز الصدر بتشبه للامبير. طيب خط الامبير ده بنعمله ازاي؟ بننزل من تحت بروز الصدر. لو انت الصدر عندك قليل انزلي 6 سنتي، ممتلئ 8 سنتي، يبقى اذا بننزل من 6 الى 8 سنتي. طب بتروحي بقى واخده، بصي انا بعمل ايه، انا هلغي البنسه، انا عايزاها البنسه دي عشان تكسم لي. اهي بصي انا هحطها دبوسه اهي عشان ما تفتحش معايا بالشكل ده. انا خدت البنسه حتى بصي واضحه اهي، شغل يا حبايبي ده بيدفع فيه فلوس كتير، فرصة اتعلمي وتعلمي صح. خلاص احنا هنيجي بقى ادي بروز الصدر اهو، ادي بروز الصدر بتاعنا اهو، نعلم علامة كده. هننزل بقى من 6 الى 8 سنتي زي ما فهمتك، تعملي خط بالشكل ده. هنقصه بقى، ادي اول جزء في البطرون بتاعنا بالشكل ده. طيب هنيجي بقى انزلي من هنا من عند الجزء الثاني، ادي خط الوسط اهو، انزلي كده 7 سنتي. المفروض بننزل 5 سنتي، بس احنا عندنا في بند للجيب 4 سنتي، انزلي 7 سنتي كفايه، او الخمسه وتضيفي عليهم الاربعه 9 سنتي، وهتعملي البنده توصل لغايه ال5 سنتي اللي المفروض ان انت بتنزليهم بتوع الجيب. ونروح عاملين كده. انا شرحت لك كل حاجه، نشوفه بقى ونحط. طبعا الكم حبايبي انا شرحاه على القناه، شوفيه هنزله لك في صندوق الوصف طريقه عمل الكم في كل الموديلات اللي عندك على القناه والصفحه، هتلاقي الكم وتركيب والاستك عليه والكلام ده، عشان بس يعني نستفيد بالشرح. ده البطرون بتاعك بيبقى بالشكل ده. طب بتحطيه بقى على القماش ازاي؟ انت بتجيبي 3.5 متر، ما تقصيش كل جزئيه لوحديها. ادي القماش بالكامل اهو، وليكن القماش معانا اهو. بصي افرديه كله، ادي البرسل على البرسل وجزء متني، وتروحي فرده القماش كله، تيجي حطي البطرون وعشقي بقى. هنيجي بقى احنا هنا هنروح نحطه على جزء المفتوح بالشكل ده. طيب نبصي بقى عندنا مرد 2 سنتي للزراير، يبقى حضرتك هتحطي كده اهو، ادي ادي نص الامام. خلاص هتضيفي عليه هنا 2 سنتي للمرد، 2 سنتي للبطانة، 1 سنتي للخياطة. يبقى هتحطي على الناحية المفتوحة
بتسيبي 5 سنتي وحطي فازلين عشان انت هتعملي عراوي وتركبي زراير. خلاص دي اول جزئية. طبعا انت بتشتغلي بالمرك ما بتشتغليش بالقلم الرصاص، اوعي ما بيطلعش ويبوظ لك الدنيا، وخصوصا لو والقماش الفاتح بتجيبي له ماركة غامقة، القماش الغامق مارك فاتح او تباشير فاتح. ادي هنا وبتسيبي 3 سنتي بتوع الخياطة. خلاص دي اول جزء. طب الجزء التاني بقى، انت بصي طبعا القماش انت فرده بقى، بس انا عشان دي صغيرة يعني يلا زي بعضه. بصي بقى انا عاملة ايه، احنا هنا في عندنا في كسر، في بصي هنعدها 1 2 3 4 5، قولي كل كسرة 2 سنتي يبقى بتسيبي من 10 إلى 15 سنتي حسب ما انت عايزة الكشكشة بتاعتك. ادي اهي الكشكشة، بتسيبي بقى الجزء اللي تحت اللي هو اللي هو ده. بصي حبيبتي احنا كل ده شغالين على نص الامام، في اهو الكشكشة واخده بالك، سبناها من 10 إلى 15 سنتي وبتعشقي الباترون بتاعك وبتسيبي براحات الخياطة الجنب 3 سنتي، القصات من جوه بتسيبي 2 سنتي عشان خاطر الخياطة. وال ادي حبيبتي الجزء التاني. هتيجي بقى الجزء بتاع الناحية التانية اللي فيه قصة البنس. بصي بقى انت هنا في جيب، انتبهي بقى للجزئية دي، احنا عندنا بقى هنا جيب، هتعملي كده بتسيبي برضو 3 سنتي بتوع الخياطة. انا عشان اديكم الحاجات المهمة في الموضوع يعني. بصي بقى انت في هنا عندنا جيب تحت القصة وفي بندة بتتركب 4 سنتي، تنزلي من هنا يعني تحطي ايدك كده يا دوبك تعملي الجزء ده، تقيسي من هنا لهنا. لو حطيتيه كده، بصي لو حطيته كده 12 سنتي تعملي الجيب، يعني بتنزلي هنا عندك من 10 إلى 12 سنتي الجزء ده، عشان هنا هقولك دي بتتركب بقى عليه. بصي ومن هنا ادي الجيب اهو، وبتروحي عامله البنده. فهمتي الجزئيه بتاعت دي؟ وهبرضو انا ممكن اخلصها واوريكي هنعمل ايه. يبقى احنا هنا هتقصي بقى، بصي ادي عملنا الجيب. انت لما بتيجي تعملي الجزء ده بتركبي قطعه قماش، تجيبي قماش البطانات وتعملي بيه الجيب عشان ما يبقاش تقيل، او اي قماش خفيف عندك تروحي عامله. طبعا هنا هيبقى من نفس القماش الجزء الثاني بتاع الجيب، طبعا بتروحي مخيطه من هنا وبتخيطي الجزء ده مع الجزء ده يبقى الجيب ده سهل يعني. خلاص بس انا وريت لك الفكره بتاعته. هتيجي بقى من هنا لما تيجي تاخدي بقى، في عندنا كشكشة، ادي في كشكشة اهي، خدي من 5 لـ6 يعني هتسيبي كده، ما تجيش بقى تاخديها من عند التوسيع اللي احنا عملناه، لا هي مش هتقدري تتحكمي في الجزء بتاع الجنب، لازم تعيدي رسمه. انت خديه من هنا اهو، طبعا هنا هيبقى مفتوح برضو، او حطيه على الجهه المفتوحه واخده بالك. وادي من 5 إلى 6 سنتي بالشكل ده. هنقص بقى على السريع كده برضو اوريكم الموضوع بتاع الجيب ده. ادي هنقص اوريكم جزئيه جزئيه، مش
الجيب يا حبايبي هحطه لكم الكم في صندوق الوصف. هتلاقي سهل يعني، بس اتعلمي الكم الصح انا شرحاه. ادي بصي ادي الجزء، طبعا احنا عشان عاملاه على المفروض اعمله على، ادي الجزء بتاعنا هنقص برضو الجزء ده وهوريكي هنعمل ايه. طبعا انت بتسيبي براحات الخياط، انا عشان بس هنا بنعلم. ادي بتسيبي برضو هنا 1 سنتي او 1.5 خياطة والاوفر. كده على النماذج الصغيرة دي بتبقى اوضح لما اجيب القماش كبير. بصراحة في كتير ما بيقدروش يستوعبوا، لان في جزء بقى بيطير في التصوير، جزء ما بيتصورش. ادي الجزء ده اهو برضو احنا عملناها طبقتين مش اشكال. هناخد بقى بصي الجزء ده هنكشكشه. كشكشيه بقى على المكان، عندك الدواس الكشكشة ماشي يمشي الحال. ادي كشكشتي الاول اهو، ادي كشكشنا الجزء الاول. طبعا انت بقى هتنسقي يعني، هنروح مثبتين الكشكشة خلاص. هتيجي بقى بصي هناخد جزء للجيب الناحية التانية بالشكل ده، هناخدها كده مع بعض. تاخديها بقى زي ما قلتلك من 10-12 سنتي حسب يعني ايه، ما تريحي ايدك في ال. هتاخدي بقى بصي تروحي مركبة الجزء ده اهو. بصي انا عاملة ايه اهو، كل ده قبل ما بتجمعي بقى على القماش التاني. هنروح عاملينه بالشكل ده، وسرجي ما تكسليش، استخدموا الابره والخيط. انا مش عارفه انتوا ليه يعني بصراحه حطي دبابيس، لا هو الابره والخيط. حتى الترزيه المحترمين اللي بيشتغلوا وبيطلع اللبس يقول لك الترزي ده بياخد مبلغ وقدره، ايوه عشان بيشتغل بالطريقه دي. ادي عملنا الجزئيه دي اهو، دي هتك كمان بس عشان خاطر الفنيات دي عشان يا حبايبي. ادي عملتي الجيب. بصي بقى هتيجي تروحي جايه هنا مركبه البند اللي عليه. طبعا تركبي البند قبل ما يعني انت بصي من هنا هتبتدي تخيطي. لا احنا ادي البندة بتاعتنا اهي، ادي حبيبتي البندة. بصي بقى ادي اهي كده، اخدت مننا حاجة ما خدتش حاجة. طبعا الوش على الوش، وبعدين حط لها فازلين تبقى ماسكه نفسيها. جيب اللي هو الفازلين يعني مش المتوسط، المتوسط بيبقى شديد شويه برضه. جيبي الفازلين يعني بين الخفيف والمتوسط، هو في خفيف قوي ده ما تجيبهوش، ده بتاع البلوزات الحراير. جيبي اللي هو ماسك نفسه حبتين. استنوا بقى عشان بس اعمل لكم الجزئيه دي عشان ده مطلوب، موديل مطلوب جدا جدا.
ادي حبايبي. ومدل حلو قوي قوي. بصي بقى انت هنا الجزء بتاع الجيب اهو، هتبتدي بقى تخيطي الجزء ده سراجي بقى. بصي سراجي ما تمكنيش عشان انت هتاخدي الجانب الخلفي طبعا ظهر الدرس. انا شرحه كتير ازاي بتعملي طبعا، معلش هو طبعا انت بقى هتكو وتعملي. بصي تروحي واخداه سراجات برضو، تاخدي الجيب من هنا مع بعضه اهو، كله مع بعضه بقى. طبعا الجيب بتروحي تانية، بتسيب الجزء بتاع الخياطة الداخلية. وهقولك ازاي طيب عشان خاطر يبقى انا وريتلك كل حاجة. سهلة بسيطة بس اعرفي القوانين بتاعتها. انا وريت لك ازاي بقى الجيب بيتعمل برضو من هنا اهو. هتروحي واخده الجيب الجزء اللي تحت اهو بصي، وهتروحي برضو ممكنه كله مع بعضه. الاول سرجي، بصي مش هياخد منك ثواني، سرجيه مع بعضه كده بالشكل ده. تروحي واخده بقى الجيب هنا، بصي الجزء ده بتاعت نهايه الجيب اهي. وهنروح طبعا بقى بتخيطي وتعملي اوفر، واخده بالك. انا بس حبيت اوريكي الفكره بتتعمل ازاي. ادي حبايبي بتبقى بالشكل ده. ادي الجيب اهو واضح، ادي الجيب اهو الجزء بتاع. طيب هتيجي بقى برضو الجزء التاني نعمله بالمرة، نقص بقى كده وهتكشكشيه برضو. طبعا ده خلف وامام، دوت اللي هو جزئين. احنا طبعا بنشتغل على القماش وهو متني. هنروح عاملين كده كشكشي بقى. تعمليه كسر بقى على المكنه، واخده بالك كسر الصغيره كده. النرفر مش صغننه قوي يعني، النرفر دي بتاخد 1 ملي، هتبقى كده. هنيجي بقى الجزء التاني، انا شرحتهولك عشان الجزئيات دي كلها دي فنيات يا حبايبي. طبعا هنا انت بتسيبي بقى، بس انا عشان خاطر دي اول جزء تروحي واخداه. بصي انا واخده الاتنين سنتي بتوع، حطي هنا برضو الاتنين سنتي تروحي الاول مجمعه الجزء ده، حطيه على بعضه كده وتسرجي، ما تستعجليش على نفسك هتضطري تفكي. عايزه بس اظبطهولك، ايوه صح كده.
هيبقى بالشكل ده. مفيش دبوس اهو. طب في دبابيس تانية اهو. ادي بيتحط فوق. بصي انت بقى شبكتي اللي فوق ده بتظبطي وبتخيطي طبعا من هنا، واخده بالك؟ ادي بيبقى بالشكل ده، وهنا ده بتجمعيه مع ده اهو. انا بس وريت لك جزء بيبقى بالشكل ده. طبعا انت